بسم الله الرحمن الرحيم. الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تأهل الظهيرة طبعا مباراة تقام في الساعة 1 أمام جومبو كايونداي موتورز في هذه الميزونوما. ضربة البداية والانطلاقة بصافرة الحكم سيدني الذي ودع وغادر دور المجموعات. كرة من المباريات بجانب هذه المباراة، هناك شانغهاي وجومبو استدخل القادم بحول الله تعالى في 6 ديسمبر دور أو في المباراة. نينغ الصيني وخسر طبعا النهائي من أمام ليو نينغ الصيني في عام 1900. محاولة وكرة للأمام في وسط الطرفين هنا في دوري أبطال آسيا، محاولة كرة خطيرة جدا داخل مارينوس. عانى كثيرا في تجاوز دور المجموعة عن يتأهل في النسخة والمشاركة الأخيرة. كرة بتعدي إلى خارج أرضية الملعب حراس الفريق يوكوهاما، والمشاركة طبعا في دور كل ما لديه من إمكانيات وقدرات. طبعا أستراليا يحاول من جديد لمسا للأمام، لكنها أيضا أجمل الملاعب في العالم، ملعب استاد الريان، واحد من الملاعب الجميلة تحفة مقين هنا في دوري أبطال آسيا. محاولة كرة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء، لكنها على طول تبعد وتعدي إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج الملعب. يوكوهاما هذا النادي الذي تأسس في عام 1972. مشاهدينا الكرام هنا يتواجد مرة أخرى في دوري أبطال آسيا بعد غياب 6 سنوات كاملة عن التواجد في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد آخر مشاركة كانت طبعا في عام 2014، آخر مشاركة لم يتجاوز فيها دور المجموعات فريق يوكوهاما مارينوس. عانى كثيرا في تجاوز بردات فعل ممتازة في هذه المباراة الحالية، يبعد الأهداف المحققة وينقذ فريقه من خسارة مبكرة من تلقي هدف ثاني وثالث في هذه المواجهة. إلى خارج الملعب، الكرة بتعدي إلى ضربة زاوية. يوكوهاما مارينوس، كرة ملعوبة عرضية لمنطقة الجزاء، ولكنها أيضا بتعدي إلى خارج أرضية الملعب. اللقب سيلعب في قطر طبعا في عام كأس الاتحاد الآسيوي، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أيضا ثاني بمصلحة عناصر فريق يوكوهاما. وضربة راسية والثانية يضيع، الثاني يضيع من خلال اللقطة الماضية. اللقب ربما يكسب اللقب في المشهد الختامي طبعا يوم 19 عن هدف التعادل والعودة في هذه المواجهة، ولكن كرة في التمريرة للأمام، لكن أيضا التغطية تعود من جديد في وسط الملعب. استضافة الحدث هناك في أستراليا، كرة تدخل، حاول التمريرة بينية، فرصة العودة لسيدني وكرة العودة. نعم، فعلها سيدني وسجل، فعلها ترينت يعيد سيدني اكسي الى نقطة البناء. حتى الان لمسة امامية، لكن ايضا التغطية تبادل كاسيريس لمصلحة متبادلة، بينية خطيرة جدا، فرصة الثاني لكن حارس المرمى. محاولة خطيرة عرضية ملعوبة لكنها تصل باتجاه يوكي أوتسو. أوتسو يحاول لكن ملعوبة الكرة عرضية الآن إلى منطقة الجزاء. عودة إلى الخلف، كرة ملعوبة عرضية. سيدني دائما ما يعاني مشاهدينا الكرام أمام الأندية، 4 مباريات وخسر في 7، يعني معاناة. عرضية الكرة إلى منطقة الجزاء، لكنها أيضا 10 تعادلات. التعادل الإيجابي، هذه فرصة الهدف الثاني، ولكنها عرضية الكرة خطيرة، تسديدة لكنها بعيد. لمسة وكرة ومحاولة وعرضية تأتي. سيدني مشاهدينا متابعينا بحول الله، نلقاكم في شوط المباراة. جميع الكرة الماضية، اللقطة الماضية، فرصة أيضا ضاعت، وكرة عادت مرة أخرى
في وسط ملعب المباراة. الأمور ما زالت مشاهدينا الكرام هنا ما زالت بالتعادل الإيجابي. هذه فرصة الهدف الثاني ولكن من جديد في وسط الملعب بعد ذلك الجنوبي جومبو كايونداي موتورز بطل دوري أبطال آسيا. المجموعات في كل موسم في كل عام تجد هناك فريق يوم الأحد المقبل كرة بعد ذلك فيها صافرة وخطأ. هاوارد يتألق من جديد بينما هذه الكرة في الشباك الخارجية إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كرة فيها محاولة خطيرة جدا عرضية موجودة ولكن المباراة الثاني كرة مرة أخرى في وسط يسار كرة ليوكوهاما عرضية دور 16 بالتأكيد. كرة خطيرة جدا فرصة وتسديدة لكن عرضية موجودة حارس المرمى يتألق. بيرس بوليس كرة عرضية ولكنها بعيدة. بيا القادمة هنا محاولة كرة عرضية. اف سي سيدني الاسترالي كرة في الجانب الايسر. ما زالت المحاولة مستمرة تمريرة وكرة بينية جميلة خطيرة تعدي ثم خطيرة تسديدة تأتي ولكن الدفاع يتصدى. اليابان التي ايضا نظمت اكثر من مرة بطولة كأس العالم للاندية الان تنظم دورة الألعاب الأولمبية. سقوط وإصابة خطيرة الكرة خطيرة الهجمة القصيرة المتبادلة والمحاولة والفرصة. في منتهى الخطورة اللقطة الملعب محاولة كرة خطيرة جدا. الله على اللقطة الماضية كرة في تعود مرة أخرى الجهة اليسرى. للأمام ثم أيضا كرة بتعدي عندما يتعلق الأمر بمواجهة الفريقين في دوري أبطال سيدني خطيرة في منطقة الجزاء فرصة الهدف الثاني ولكن ضاعت فرصة. مرور موجود في اللقطة الماضية وكرة بعد ذلك فيها صافرة وخطأ خطأ يحتسب.